شي عيالات شي زين دريات خاطره بياش وغادي نخاوي بنادم الخاطره انت عاد تصيب راسك معذب هنا وعاد تصيب الجنه عاد تقول دخل الجنه ولا جهنم ادخل الجنه صحيبي راه الجنه حاش نقولوا الهضره اخويا ولكن راه الجنه يا صحيبي عطاتني الفرصه اخويا نمشي راه باقي شنقرا وباغي ندبر على راسي اخويا والله شنمشي فهمتي اذا انا اخويا راك شفت شي باغي نقطع باغي نطلع ولكن بزاف ديال البشر دخل فهمتي يقدروا ما يديروش معاهم الحل مشينا شرك ارى ان هذا خير وطريقه من الطرق لاسترجاع ثبته اذا كان الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله اقام مسيره خضراء من اجل تحرير الاقاليم الصحراويه فلما لا ان تكون هناك مسيره زرقاء لتحرير هذه الثغور ورجوعها الى البلدها الاصلي الا هو المملكه المغربيه. غادي نقول لك هي الناس ما عندهمش الضمير فهمتي بس يحرق خاصو يبقى في محاله وداك الشيء اللي جاب الله يمشي به فهمتي وهي كاينه شويه الازمه هاد كورونا فهمتي ولكن الواحد خاصو يفكر وهاد الزمان ماشي غير عاد في المغرب كاع في الدول. هذوك الناس انا راه جو سوي بوغ لحقاش كنشوفوا ان الناس تما كاين كتهاجر بزاف من المغرب كاين الناس باغا تحرق لان كنشوفوا في هاد لا بيريود ديال كورونا لان كنشوف في هاد لا بيريود ديال كورونا القضيه مساله شويه صعيبه في الخدمه وداك الشيء هي راه بلا كورونا راه الخدمه راه ما كايناش بكل صراحه راه قليله بزاف انت كتشوف الناس مساكن كتجيب 18 19 الباك وكاين ناس كتجيب سيونس مات وكتجيب نقاط عاليه ما كايناش حتى منحه من طرف الدوله راه ما كايناش يعني سكي فيك ان هذاك الانسان اللي باغي يمشي يحرق راه من عند راه الى لو دوا كنتاسف الناس بزاف لا اللي قرا لا اللي ما يقراش حيت هو حتى اللي ما قراش راه عنده الحق ديالو باش يعيش ماشي اللي قاري خاصو يعيش حتى اللي ما قراش خاصو عنده الحق يعيش لما اللي ما قراش غادي نلوحو وزناقي هذاك حق ديال المغاربه سبتو مليليا فين جات في اوروبا راه كاينه في المغرب افريقيا هذيك راه ارض ديالنا هذيك راه ما خصناش نسكتوا على داك الشيء لان هما حيت اوروبا وداك الشيء ديال معاهم والقوه ديالهم وداك الشيء راه ما كتمنعش من ان هذه كتبقى ارضنا وخصها نسترجعوها باي وجه كان فهمتي راه هذا راه ما كاين حتى شي حاجه اخرى و احنا البلاد ديالنا واحد بلد ديال مسالم كيبغي المسائل تكون بالدبلوماسيه وبالسياسه ونشوفوا المنظمات دابا هذاك الشيء ما بقاش دابا القوي كياكل الضعيف ما كاين لا هادي ولا هادي القوه اللي عندنا حنا هاد الساعه حنا عندنا الحمد لله عندنا صاحب الجلاله كيحاول ما امكن يكون سلمي لا في الصحراء ولا في اي مجال ولكن داك الشيء راه مع دوك الناس راه ما كيسوى والو راه كيخصنا نمشيو ندخلو تما وناخذو سبته ومليليا ولا بقاو زايدين راه نمشيو نديو الاندلس المغاربه واحد القنبله تيش يمشيو يدخل الاندلس راه المغاربه هادو هادشي كنقول لك انا ما كاين حتى حل اخر لانه شوف هذا العالم الا كنتي متخلق وباغي تسلم وهذا كتسمى ضعيف خصك تكون قوي باش قوي الا ما عندك السلاح ولكن الحمد لله واحد 40 مليون طلقها والله ما يوقفوا تيوقفوا في مدريد هذه هي الحقيقه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي